الأيام حصلت لي قصة. كنت مسافر إلى إحدى دول الخليج قبل تقريبا 10 سنوات، 11 سنة، وكان عندي شخص عزيز علي جدا هناك. لما جيته اهتم فيني وسكنني عنده، وصار يعني يوميا نطلع ونتمشى، ويزعل لو أبي أدفع حساب المطعم، وتكلف كثير رغم أني جلست تقريبا 3 أيام. اليوم الأخير لما رحت وطلعت ومسكت الطريق وتوجهت للسعودية، وأنا بالطريق بعبي بنزين فتحت البوك، أذكر كان فيه 500 ريال، دورتها ما لقيتها، استغربت. أنا أذكر هذا الإنسان كان يقولون لي أصدقائي إن هذا الإنسان سراق يسرق، الشخص يمكن تكلف على جيتي 3000 ريال بالقليل. فتواصلت معه وقلت له: فلان، أنت ماخذ المبلغ الموجود في بوكي؟ قال لي: إيه والله، شفته قدام عيني ولا تحملت وخذيته. انصدمت، ما استغربت إيش اللي خلاني أنا فجأة أدق على صديقي وأسأله: هل أنت اللي سرقت المبلغ الموجود عندي؟ على الرغم من أن الإنسان كان كريم جدا معي، لأن الفترة اللي قضيتها معاه كنت ألاحظ عليه بعض التصرفات الغريبة. لما نكون مع الشباب يسرق من هذا ولاعة، يسرق من هذا مصباح، يسرق من هذا ميدالية، ما يتحمل يشوف شيء إلا يأخذه ويحطه بجيبه. لما كنت أسأله يقول: عادي، هذا بيني وبين الشباب. صار الموضوع في نفسي وقلت: خله، يعني هو يمون عليهم أكثر، أنا ما أعرفهم. وكان يقول لي إن أقاربه نابذينه ولا يكلمونه، لأن صار أكثر من موقف أخذ مبلغ من شخص على أساس بيشتري له سيارة، وهو يكون نسيب عيال عمه، وبعدين ما عطاه الفلوس وراح، وعيال عمه زعلوا عليه: كيف تسوي كذا بنسيبنا؟ فشلتنا عنده. وصار له مواقف كثيرة، وتركوه ناس كثير وأقاربه بسبب إنه يسرق وهو مو محتاج. أنا زعلت من صديقي هذا، وصرت فترة ما أكلمه، ولا كنت أدري إن هذا الإنسان مصاب باضطراب نفسي يسمى إكليبتومينيا، هوس السرقة. وهوس السرقة هذا يندرج تحت اضطرابات تسمى Impulse Control Disorder، اللي هو اضطرابات التحكم بالاندفاعات أو الانفعالات. الأشخاص المصابين بهذا الاضطراب أو هذه الاضطرابات يصير عندهم عجز بالتحكم بانفعالاتهم، وفي لها خطوط، يعني في لها فروع خاصة الأشخاص المتخصصين بعلم النفس. ترى هذا مبحث جميل جدا أنك تسوي عليه ورقة عمل، وما فيه يعني كثير كتبوا عن هذا الأمر وبحثوا عنه، الدراسات يعني عن هذا الموضوع قليلة، جميل جدا أنك تبحث عنه. وأنا بشرح لكم إيش يعني اضطرابات التحكم بالانفعال، وإيش يعني هوس السرقة، وكيف يصيب الناس. على فكرة، لما تفهم معنى اضطرابات التحكم بالانفعالات اللي بشرحها لك الآن، راح تنصدم من كثر الأشياء اللي راح تفسرها واللي ما كان لها تفسير. هذه الاضطرابات تخلي الأشخاص ما يقدرون يتحكمون بانفعالاتهم، بأقوالهم، بأفعالهم. إذا شيء في خاطره ياخذه، إذا خاطره يضرب فلان يضربه، إذا فيه معلومة في باله، يعني مثلا سر، اكتشف شيء عن أحد، ما يقدر يمسك لسانه يتكلم، ما عنده القدرة على مقاومة مشاعره واندفاعاته وانفعالاته وحتى أفعاله. أي شيء يجي في خاطره يسويه. هذا الاضطراب يقلل من قدرة الإنسان على التحكم بنفسه. فهذول الأشخاص صعب أنك تقول لهم أسرار، لأنه لو جاء في باله يقوله ما يقدر يمسكه، ما يفكر بأي شيء ثاني إلا أنه يقول، فأنت تعاتبه وتزعل عليه ولا تدري أن عنده هذا الاضطراب. الأشخاص المصابين باضطراب الكليبتومينيا اللي هو هوس السرقة، تلقاه يسرق أي شيء، يعني يكون بالدوام تلقاه يسرق الأقلام، يسرق النوتات، يسرق المذكرات، يكون في مكان مثلا في مجلس عجبه شيء يسرقه، تلقاه يحب يسرق أي شيء حتى لو ما عنده الرغبة بهذا الأمر، بس إنه شيء متاح وعنده القدرة إنه يسرقه يسرقه. تخيلوا هذا الشخص يشتغل في المالية، في شركة ولا في وزارة ولا في مكان، تخيلوا هذا الشخص يشتغل كاشير، كيف يقاوم هذه الرغبة؟ هو عنده اضطراب، عنده اضطراب التحكم بالانفعالات، يعني ما يقدر يتحكم من انه ياخذ. فتلقون كثير من جرائم السرقات الشخص ما هو بحاجة الشيء اللي سرقه، السيارة اللي سرقها او الجوال او اي شيء، فقط لانه متاح وعنده القدرة انه يسرقه سرقه مباشرة. فهذا الشخص فعليا محتاج الى علاج وتحسين سلوكي. ما تلاحظ احيانا صديقك تسلفه مبلغ وبعد فترة ما يرجع لك المبلغ، وانت تدري ان راتبه كويس،
بعض الأشخاص يأخذون منك حاجة وما يرجعونها لك على الرغم من أنه مستعيرها. أحيانا أشخاص كثير يكونون مصابين باضطراب الكليبتومانيا، ويكون هذا الشخص هو عاجز من أنه يقاوم رغبته بأنه يأخذ منك، يحب هذا الشعور. تعرفون بعض المصابين بهذا الاضطراب تجيهم حالات اكتئاب كثيرة، ومن أعراضهم أن عندهم إما انسداد شهية أو شره عالي بالطعام، يعني يأكل أي شيء قدامه، يفرم أي شيء تحطه قدامه. فهذول الأشخاص اللي عندهم هذه الاضطرابات يخلونك تكتشف الجانب الخفي من الشخصيات اللي حولك. يمكن شخص تلقاه ما يكتم أسرارك وتزعل عليه وهو عنده اضطرابات التحكم بالانفعالات، تلقى شخص ينتقدك كثير وهو عنده شخصية انتقادية. ففهمك لأعماق علم النفس يخليك تفهم هذول الناس. وأنا أقرأ بتفاصيل الدراسة النفسية عن الكليبتومانيا، هوس السرقة، لقيت شيء غريب، أن أكثر المصابين بهذا الاضطراب هم من النساء، وكانت بعض تفسيراتهم أن النساء كثير يسرقون أدوات التجميل من صديقاتهم وأقاربهم، من الروج، من المكياج، من الأمور الخاصة فيهم، فكثير يسرقون. خاصة طبعا الدراسات هذه أجريت في أمريكا، فقالوا أمريكا أكثر الكاميرات، كاميرات المراقبة الموجودة في السوبر ماركت واللي موجودة في أماكن التجميلية، أكثر شيء يكتشفون بعدين لما يراجعون الكاميرات النساء هم اللي يأخذون ويحطون بالشنطة ويطلعون من المحل بدون ما حد يشوفهم. طبعا يكتشفون بعدين يرفعون بلاغ. فبناء على هذا قاسوا. أحيانا القياسات هذه تختلف من مجتمع إلى مجتمع، يعني يقول لك أكثر شيء نساء أو أكثر شيء رجال. حنا كباحثين نقول طيب أجريتوا العينة البحثية على مين، أوروبا ولا عرب؟ يفرق. هذه الاضطرابات خطيرة جدا، فأي أحد عنده هذا الاضطراب مباشرة توجه إلى أقرب عيادة نفسية. ضروري إنك تعالج سلوكياتك وأفكارك عشان تتخلص من هوس السرقة اللي قد يفقدك علاقاتك.